عايزة بادي سبلاش أقل من 50 جنيه ويكون فواح. أنا جايبالك النهاردة حاجة أقل من 50 جنيه وفواحين لدرجة مش طبيعية. يلا بينا قبل ما نبدأ الفيديو عشان نبقى متفقين على نور كده، تتش اللايك والكومنت وتمنشني لأصحابك عليها، ويلا بينا على الفيديو القمر ده. يلا بينا كوكي النهاردة يا ولاد، جايبالكم عظمة وكلهم الواحد فيهم يعني اقل من 50 جنيه بحبه حلوين، ده غير الثبات والكواليتي والكميه كمان. هحطهم ونمسك حاجه حاجه نتكلم عنه. بادي ميست النهارده اسمه فيرانو، ده كده الشكل بتاعه، في منه الجليتر وفي منه اللي من غير جليتر كده، والباكجنج بصوا عرايسي جدا. الروايح اللي معايا دي اسمها سكسي، دي بصي لو انتي مش عروسه اوعي تجيبيها لانها اما تترش كده هتجذب اي حد ليكي، خطيره وب 250 ملي، وسعرها ولا اقول لكم سعرها في الاخر، هي اقل من 50 جنيه. القمر دي بقى اسمها سويت هارت، دي عباره عن تفاح على باينابل كده على حبه فواكه، فريش جدا وفواحه وثباتها كده ثبات يخضك اصلا. بصوا القمر دي اسمها ميستيك، دي فيها كده جليتر، والجليتر كده تحسي بصوا فواحة وثابتة وريحتها كده ورود على لافندر على سنة مسك، خطيرة. لو انت عروسة او هتتجوزي الحاجة دي هتتاكل اكل. ايوة، وزي ما انت ما سمعتي كده تاكل اكل. كمان في الريحة اللي اسمها انجل، دي عبارة عن عطر الملايكة، عارفين كده البنت الكيوت الرقيقة. وعلى فكرة هو مش بادي ميست بس، لا ده كمان معطر للشعر. لو عايزين اشرح لكم بقية العطور اللي باقية اكتبوا لي في الكومنت، ونسيت كمان اقول لكم هسيب لكم اللينك بتاع اللي بيبيع الحاجات ديت تحت هنا. واظن كده كوكي قامت معاكم بالواجب.